السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب صف الخامس. لنحل مع بعض التست الأول، امتحان الفصل الأول. خلونا يا حلوين نبدأ نشوف السؤال الأول شو المطلوب منه. عم يقول write the correct names under the pictures، اكتب الأسماء الصحيحة تحت الصور. طبعا أنتم بتعرفوا مبين هدول إنه هدول الأماكن اللي أخذناهن. يلا لنشوف شو عنا. عندنا هلق بوليس ستيشن، بوليس ستيشن، وعندنا بيكاري، باس ستوب، بوك شوب، توي شوب، باربرز، كافيه، بلاي جراوند. طبعا بوليس ستيشن مركز الشرطة، بيكاري مخبز، باس ستوب موقف الباص، بوك شوب محل الكتب، توي شوب محل الألعاب، باربرز الحلاق، كافيه المقهى، بلاي جراوند الحديقة. خلونا نرتبين. الصورة الأولى مثل ما كنتم شايفين هون المخبز، إذا بيكري، بيكري. الصورة الثانية باص ستوب موقف الباص، ومن سيارات البوليس أكيد بوليس ستيشن، حتى لو المكان ما حسيته إنه مركز شرطة بس سيارات الشرطة. إذن بوليس ستيشن، ستيشن. وعندنا البلاي جراوند اللي هي نفس البارك، بلاي جراوند الحديقة، بس بكون قلب الحديقة في ألعاب لهيك اسمها بلاي. ومثل ما شايفين هون تيدي بيرز الألعاب، أكيد توي شوب، توي شوب، كافيه المقهى، وهذا البوك شوب محل الكتب. كثير الأماكن واضحة وسهلة. وعندي آخر شيء الحلاق اللي هو الباربرز. وهيك بكون رتبناهن: بيكري، باص ستوب، بوليس ستيشن، بلاي جراوند، توي شوب، كافيه، بوك شوب، باربرز. السؤال الثاني match the questions with the answers، بدنا نوصل الأسئلة مع الأجوبة. Where are you from؟ أكيد هاي الأسئلة تبعيات التعارف، صرتوا تعرفوها. Where are you from؟ من أين أنت؟ بدنا نبحث عن مكان أنا أكون. إذا I am، تنتبهوا Where are you from؟ معنى nationality، يعني ما تختاروا I am Turkish. I am from Japan. What is your name? My name is Zainab. What is your nationality? I am Turkish. How old are you? I am 11 years old. What is your favorite subject or class? شو مادتك المفضلة؟ I like science and English. يعني الأسئلة المعتادة المعروفة: شو اسمك؟ من وين أنتي؟ ناشوناليتي شو جنسيتك؟ إيش قد عمرك؟ مادتك المفضلة؟ الأسئلة كمان المعتادة. وهلق عنا match the days and the subjects، بدنا نوصل الأيام مع المواد. عنا هذا التايم تيبل، الجدول اللي هو Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday. I have got double Turkish. تعالوا نشوف ايمت عنده دبل تركيش. دوروا على دبل تركيش ورا بعض، اذا تركيش دبل تركيش، اذا ثيرزداي يوم الخميس، ثيرزداي. I have got music and drama. Music and drama، اذا music and drama on Monday يوم الاثنين، اذا Monday. I have got double science. Science، إذا on Wednesday يوم الأربعاء. I have got Turkish and art. Turkish and art، إذا بدي يكون من نفس اليوم في Turkish and art، إذا Tuesday الثلاثاء. I have got double PA physical education، إذا on Friday. وهيك كان جدولنا
ننتقل إلى السؤال التالي اللي هو fill in the blanks with the words in the box. عندنا طبعا ال prepositions أحرف الجر، بدنا نمليهم بالشكل الصحيح. Now the school is Palm Street. المدرسة تكون على الشارع الفلاني، إذا أكيد on. وهي المدرسة هون مثل ما شايفين شكل المدرسة، وهي الباحة، وهي البالم، إذا on. The playground is the school. The playground is the school. طبعا هاي البلاي جراوند وهي السكول وبيناتهم شارع، فأكيد opposite مقابل. احنا مو قلنا المقابل لازم يكون في شارع بيناتهم. The bookshop is the toy shop and the barbers. وبس شفتوا مكانين بعد الفراغ بكون أكيد between، وين البوكشوب وهوينه، وهي التوي شوب وهي البربرز، إذن between بين between، وهي بكون راحت on وbetween opposite. The bus stop is the toy shop. وين الباص ستوب؟ موقف الباص هاوينه، وهي التوي شوب إذن أمامه، in front of. Yes, in front of. هلا عند the bakery is the cafe. وين البيكري؟ وين الكافي؟ وهي البيكري وهي الكافي، وأكيد هني حد بعض تماما. إذا next to. Next to. السؤال التالي، إذا match the classes with the correct pictures. طيب مثل ما شايفين عندي physical education, English, music, art, information technologies, social studies, science, maths. picture 1 مثل ما شايفين حسابات، إذا هو الماث راح نعبي الرقم. picture 2 عم يغنوا، إذا music. picture 3 عم تعمل experiment تجربة، إذا هذا بدرس الساينس. English مكتوب، إذا English. عم يعملوا تمارين، إذا هي الفيزيكال education number 1. وهي السوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعية، وأكيد آرت لأنه عم يرسم، وآخر شيء مثل ما شايفين في لابتوب، إذا information technologies. وكتير كان سهلات المواد. إلى السؤال التالي، fill in the blanks according to the information. طبعا الـ identification card هي بطاقة التعريف، منها بدنا ناخد المعلومات. إذا country تركي، ناشوناليتي تركيش، ايج العمر 11، لانجويج يعني المواد اللغات اللي بيحكيها تركيش وانجليش، فيفوريت كلاسز تركيش وماتس. اذا this is Levan, he is from Bursa تركي. he is طالما هو يكون من تركيا اذا هو تركي، اذا he is Turkish. يعني البلد مكتوبة بدكم تنتبهوا، ممكن يكون العكس بحطوا لكم الجنسية ونحن نحط البلد. He is، وطالما في years old معناتها 11 years old. He speaks طبعا اللغات تركيش وانجليش. He speak Turkish and English. His favorite classes are Turkish and math. Yes. إذا هاي المعلومات اللي أخذناها من البطاقة، البطاقة التعريفية عنه. هلا قد اكتملت المعلومات. إذا this is Levan. He is from Bursa, Turkey. He is Turkish. He is 11 years old. He speaks Turkish and English. His favorite classes are Turkish and math. يلا خلونا نعبي السؤال اللي بعده. fill in the blanks with the correct words. مثل العادي countries و nationalities. تركي أكيد Turkish. yes. هلا عندنا German بشكل عكسي شايفين، معناته Germany. عندنا French معناته أكيد France. إيطالي
إيطاليا، تشاينا أكيد تشاينيز، وهيك بكون حلينا البلد والجنسيات. خلينا نعيدن: تركي تركيش، جيرماني جيرمان، فرانس فرنش، إيطالي إيطاليا، تشاينا تشاينيز. ننتقل إلى السؤال التالي اللي هو choose the correct option، اختر الخيار الصحيح. إذا خيارات A B C D. إذا عندنا هون تيد: Where's the museum؟ الأوفيسر: It's over there near the hotel. يا ترى قال له I'm sorry، يا ترى I'm afraid، يا ترى excuse me. إذا وقت نعم. إحنا بنطلب شيء بنقول excuse me where's the museum. جاك وبوب: Is there a bakery near here؟ Yes there is one on Market Street. إذا واضح الجواب الإيه؟ أكيد no there isn't cafe. هو ما عم يسأل على كافيه، عم يسأل على بيكري. There are some cookies. لا، عم يسأل على بيكري. إذن الأي. ومثل ما شفنا الاتجاهات كتير واضحات: واحد go straight ahead وواحد turn left. إذن go straight ahead turn right. No go straight ahead turn left. Yes turn left. وهلا عندك كافيه ولايبراري وجروسري. The library is، طالما في كافي وجروسري أكيد بتوين. وهيك يا حلوين بكون خلص حل التست معنا. Thank you for your listening. Goodbye student.